فرق ولا ما فماش برشا تبدل، اما الحاجه اللي تبدلت وقتها كان فما الارهاب والشعامبي والجبوليت وقتها، فتو تحسها احسن، تو كمان تونس تحسها احسن، وتحسها انها زادت يعني تو صابره على حاجه، يعني فما تطلعات لحاجه ما احسن. قبل كانت الناس مش تحسها ايست، لا تو تحسها فما احسن وفما برشا دي ترافو، فما الناس يعني فما حوايج قاعده تخدم في تونس تحسها. نسيت برشا منها يعني خاطر كمان 9 سنين عندها، جيت وقتها عمري 20 سنة، تو عمري 29 سنة، تبدل برشا. وحتى ديجا تو مازلت ما اكتشفتهاش برشا تونس. مشيت للشمال الغربي تبركة وعند راهم مزيانة على الاخر، الطبيعة بحلاها وخضار وكل شيء، تونس خضرة يعني. مشيت نقرا في الدوزيام اني سكوندير، دخلت غادي في الليسي، خذيت الباك من غادي، كملت يسموهم الباتشلرز ديجري، ما عارفش في تونس يسموها، كملت الماستير ونخدم في بنك تو صغار وكذا. 23 سنه عرست، عراقي، زوجتي عراقيه وتعيش غادي في امريكا، تعرفت عليها انا في اليونيفرسيتي في الفاك وعرست عايش. تو لك تكتشف بالانستغرام والفيسبوك وكذا، وعندي دي كوزان لهنا هذاك يقولوا لي وين نمشي وين نجي. تو قاعد نكتشف فيها تونس خاطر خرجت منها ما نعرفهاش بالكدا. اي فيها بلايص وفيها حاجة مغرية، فيها سيدي بوسعيد، فيها قمرت، فيها المرسى، فيها بلايص مزيانة واحد ينجم يحوس فيها ويشوفها ويتفرهد فيها تونس. اخي واحد كي يسلم منين نقول له من تونس، ما يعرفش تونس نوريه تونس. اما زادة تونس لازم تخدم على صورتها البر. تو مثلا اخر مرة كي مشيت نمشي مثلا لكاس العالم ولا مشيت للستاد في باريس نتاع اللعبة تاع بي اس جي، تشوف فيزيت رواندا مثلا في كل بلاصه، فيزيت ما نعرفش انا البلايص الاخرى. اما تونس ما تشوفش، ما فهمش فما تمشي للعواصم الاوروبيه وتمشي للكيران نتاعهم، فما دول تدفع باش تحط الببليسيتي، راهوش عنا تونس ما عندهاش حاجه دي. مازلنا كمام اي مازلنا متعب، كان بحر ومزود وكا الجو، فما سياحات اخرى يا اخي. احنا عدنا الجم، عدنا قرطاج، عدنا بالريجة، عدنا برشا مناطق في الجنوب اللي هي معناتها ديما سخونة. مناطق في الجنوب تنجم انت تسيب الثلج اللي في كندا وفي امريكا وتجيها وتبدا لابس نص وامورك مريقل، هذاك تونس تنجم تروج له، خاطر تونس راهي صغيرة ومن الجبل للصحراء ومن الثلج للصحراء في نهار تنجم تمشي لها يعني، فهمت؟ لازم ترويج أكثر للصورة التونسية اللي هي تجي من الدولة تعمل يعني انفستمنت في باش تصور صورتها. وحتى الوتله والرجال الاعمال لازم يسوق، فما فرق. لا مجال المقارنه، ما جتني الترهويج هذيك اول ما هبطت من المطار وهزت الكهرباء باش نسوق في الكايسات، هذيك الترهويج نتاع كل مره واحد يدخل قدامك هاو موتور هاو واحد قص قدامك، هذيك صعيبه. هذيك راه ما عندهاش دخل في الامكانيات، راه نقولوا احنا مثلا امريكا عندها امكانيات كبيره، ما عندهاش دخل في الامكانيات. هي فشني تونس الماده موجوده، الكياس موجود، انت واش تحب تاخي؟ الناس تخلي الماده وتمشي في الكياس. الكياس يبدا صغير يباركوا فيه يمشوا فيه الموتور التلامذة باش يهز الكياس هذا الكل. فما في العقليه، مش جوست امكانيات، فهمت يا اخي؟ كي تبدا حاجه نظيفه، كي انت كي تاكل ما تلوحش، كي هذيك فرق امكانيه، عقليه مش امكانيات. اما فما ترهويج هذاك، اما عديت 3 أيام في باريس كمام شويه عملت غادي ومن بعد جيت لنا قريبه شويه. عائلتي كل غادي، امي غادي، اخوالي غادي، الكوزان تاعي غادي، مرتي عربيه، فنحكي مع اصحابي التوانسه في تونس كل يوم، نحكي مع امي غادي، عائلتي كل غادي، فبقيت تونسي يعني، تونسي وجست نعيش البر، جست نعيش البر. والله الريسك انك تحط حياتك للخطر باش تقول انت مثلا فما عيشه احسن. اول حاجه العيشه الاحسن غادي مش غارانتي يعني، مش في السور انت باش تمشي تلقى عيشه ما احسن. اما تحط حياتك في الريسك باش تمشي غادي وما تعرفش شنو مستقبلك، هذه ما ننصح بها حتى حد. كي تبدا الجنه في الجهه الاخرى مش باش تحط حياتي في الخطر. عندك حاجه مضمونه باش تمشي تحسن بها مثلا مستواك، باش تحسن بها حياتك، فازي. كيما مثلا فما ناس تجي لتونس باش تحسن مستوياتها، تحسن من عيشتها، فهمت؟ باش تحط حياتك في خطر وتمشي غادي وما عندكش اوراق وما عندكش وما تعرفش شنو انت شنو مخبي لك، هذه ما ننصح بها حتى حد. في تونس نجم تخدم وتنجم تلقى وتنجم توصل، اما هي المونتاليتي نتاع المونتاليتي السلبيه اللي هي ما فهمش مستقبل، ما فهمش ما عرفش شنو، ما فهمش هاي. فما ناس نجحت وعاشت وخرجت وحتى في تونس عملت يا اخي، هذه الكل اللي تشوف فيه البزنس هذا يكون تاع شنو، تاع توانسه، تاع توانسه نجحت ووصلت وخدمت وهذا قصة نجاح. فما ناس توانسة هنا عايشين في تونس ناجحين أكثر من اللي برا. أما هي شنو هي البرا
يعطوا فرص اكثر. مثلا نحكي على امريكا، انا ما نعرفش اي اي فما فرص اكثر، خاطر غادي كل شيء خاص، كل شيء فما يعني فما امتيازات، فما امتيازات والدوله تدعم وكل شيء. تنحل البلاد يا اخي. انا اخر مره قلت لك مشيت من تونس لقطر جوست باش نتفرج في كاس العالم، جوست عندنا النشيد الوطني التونسي جوست باش يكون قدام تونس. مشيت للفينال تاع تينيس وقت اون جابر، هذا كله على جيل تونس، فهمت؟ لا اكيد تحل بلادك. الحاجه اللي هي الناس تبدا تمشي، انت تونسي في وسط التوانسه كيف كيفهم، هذيك ما تلقاهاش في حتى بلاد اخرى، هذيك ما تلقاهاش في حتى بلاد اخرى. الناس هي وزاد طقسها محليه، جوها محليه تونس، وتبدا تمشي في بلاصه نتاعك، يعني انت تونسي هذي الايدنتيتي نتاعك في دارك، عباره تدور في دارك. اما ساعات دارك تتبدل عليك زاد كمان.